جيلك عن طموحك وش بقيلك الاستديو حان وقته تنافس روحاني وانت تطمح للمعالي خليك الشخص المثالي الاستديو حان وقته اطلب الجمهور الاول يعتبر نقطة تحول اقرب اقرب لا تطول الاستديو حان وقته اعطيك مقصد وغاية لتوصل للنهاية والبداية مع بداية والاستديو حان وقته والاستديو حان وقته الاستديو حان وقته ابتدينا ما عليك الا تجينا وزال الباقي علينا الاستديو حان وقته عندنا للواقعية صرح فوق الجاذبية فريق بين البقية الاستديو حان وقته التحدي شد حيلك لين تصبح نجم جيلك عن طموحك وش بقيلك الاستديو حان وقته تنافس روحاني وانت تطمح للمعالي خليك الشخص المثالي الاستديو حان وقته اطلب الجمهور الاول يعتبر نقطة تحول اقرب اقرب لا تطول الاستديو حان وقته اعطيك مقصد وغاية لتوصل للنهاية والبداية مع بداية والاستديو حان وقته والاستديو حان وقته الاستديو حان وقته خاطري ما هو بطيب ولا مرتاح بعد سلوان سوي تمرين خلاص تاريخ خمسة معنى الفلسفة شعبي الناس إنه الفلسفة موضوع لا تناول هذه العقول الخاصة وإنها لا تلذ إلا القوم وتنظلهم يرون الحياة وخير من يقولون في حل المسائل خير القوم منهم الحقيقة تبعت الخير العقلية لأجلها في الحياة العود لم يرفع الإنسان على مستوى الحيوان إلا فكره قوته العام إني والله داري لم يرفع الإنسان على مستوى الحيوان إلا فكره وقوته العقلية إن ذا والله والله عند بعض الناس وليس يخلو الإنسان من هذا التفكير وقوة الإنسان يتفلس وأن كل إنسان فيلسوف إلى حد ما وأنك لا يدري أن كذلك وأن أصل كلمة الفلسفة هي لفظ من عرب يونانية أخو العيون وفي هذا اللغة مركب من المحبة سوفيا ومعناها الحكمة معنى الفلسفة هي المحبة الله يجزاك بالخير يا حمد الحيم لكن والله انا اخوك ان ما حد يقرا غير القليل اختصرنا وضعنا باختصار انا بكثر العرب والزحوم اربعة منا عن اربع قبائل والولد منا عن اربع عمي
نبت بنفسي. يا عيال لا تبطون علي، يا عيال أنا جالي شهر والانتظار، وأخاف أخالفها وأصير خلافها. نزلت حصل تذكرة وسط المطار، والطائرة طارت إذا محلافها. عية تطير لا يوجه الرادار، مكتوبها وسلك الزرار اكتافها. أين أنت؟ الله بخير صح على في راحي يا ولد. من اليوم انا يعني جنب الجدار ساكت عشان ما اجي فاصل لحالي. قوم ابغاك تعال تبيني؟ اي شو هو ابو سعد؟ قوم عندنا وشين حوالينا. تعال يا ولد، تعال يا فهد اشتر. وش عندك؟ تعال اشتر. عندنا ساعات، غلايات، عندنا كابات. كل شارع وانت تتبين. فضحتنا، ما كان لك عم من يعطيك دراهم، لكن تعطيني دراهم؟ اي يعطيك دراهم، بس لا تبيع. ما هي فشيلة. الفشيلة تدري وش يا عم؟ يا عم ابوي ورثنا الدراهم وانت اللي اخذتها. انت اللي ضيعت مستحقاتي وضيعت اموالي. يا عم انا من يوم مات ابوي وعمري 3 سنوات ما عينت منك ريال واحد، وابوي وانت تعرف ورث وراه ملايين اخذتها كلها في جيبك عشان انا تقولني افشلتك. ملا الدراهم اللي معك كلها لي وانا اعرف خوالي معلميني انك انت اللي ماخذ دراهمي. مالك دراهم من عندي لا انت ولا ابوك، لكن انت كل شارع وانت تبيع الناس تجيني تهرجني تقول يبي في الشوارع ويبي عند المساجد ويشهد الناس. ما هي عيب يا عم، ما هي بعيب. العيب الملايين، العيب السرق. منين جتك ملايين؟ علمني شغلي. انا اشتغلت فيه. ايش اشتغلت فيه؟ وحنا نعرفك. اتحاسبني انا؟ ما كلمتك تحاسبني انا، كلمتك الحين انت وش عندك تبيع قدام الناس؟ فضحتني في كل شارع القاك وكل مسجد القاك. نسوى انك كسرتني وخذيت مالي وكلت مال اليتيم. تضحك بي وتضحك بشغلي. اقول لك هاكس دخل لا لا تاخذها. اقول لك هات اغراضي. انت اللي اخذت مالي وانت اللي اخذت مستحقاتي. ما تخاف الله؟ انت اللي ما تخاف الله اللي كل شارع وانا قاك تبيع وكل مسجد قاك تشحد. والله يا ربي اني ارجعها فيك وفي عوالك. خليك بس خلي تقول الكلام هذا. يلا خش جوا روح عند امك. يلا يلا جيبوا وسط البيت. لا اشوفك هنا. ليه يا عم؟ لا اشوفك. انت عم ولكن جبت لنا الهم. انا اشهد انه ما كذب الشاعر اللي يقول العم اللي سلمت من همه.
تعال نقدم الكلمة هنا. يلا. إيش ما جيت تشتري؟ إيش ما جيت تشتري أنت معنا؟ كلام صعب. طبعاً يا إخوان سكتشنا اليوم كان خفيف لطيف. يتكلم عن اليتيم اللي هم يمثلون ثروة مجتمعية. نسأل الله أن الله يغفر الأموات والأموات المسلمين. أكل مال اليتيم من السبع الموبقات وهو مشكلة عظيمة وتحصل. جمعية البر بالجديدة قدمت وقف بكة الخير، وأنا أبو محمد حريصين نشارك أخواننا السفراء لهذا الأسبوع في الأجر. نسأل الله لهم التوفيق. سهم 300 ريال، وسهم الوالدين 600، وسهم العائلة 900 ريال. نبغى نشارك فيه ونكون إن شاء الله لبنة خير في بكة الخير. تفضل يا أبو محمد. بس انت هذا عندك هلا. الله يطول عمرك. الله يجزاك الله خير. يعطيك العافية عم. سكتش في دقيقة تحضير. والله إن ما حضرنا، لكن إن شاء الله إن الأفكار القادمة عندنا والله أفكار مساعدة الشباب، وإن شاء الله إنها تكون أجمل وأجمل. إي والله. وجهك أبيض. يا هلا وغلا يا حبيب ملحي، نورنا اليوم. يا هلا أصب لك؟ بس عندك من يصب لك؟ الله يجزاكم بخير اللي جيتوا بدري. ولا كان جعل أول اثنين صحيح أنا العزيز. إيه ولا كان طلع فاصل عبد الرحمن. الرحمن العزيز. لو تأخرت علي. حالي طلعت فاصل. صار عنده عشق الفواصل. أمس الحالي هنا في الهاوس. أمس الحالي قبل أمس الحالي الدرجينية. وأطلع فاصل وأنا الحالي وهي. والله. ليه؟ لا غريب. هو لازم يجيب سابقا في برامج الواقع. عزيزي قلنا أنك تصير. شوف أنا بقول لك أنا جبت أشياء ما جت في برامج الواقع. هاي قلنا انك تصير غير منضبط وش من الهدف. والله شوف انا علمتكم ذاك اليوم اني طلعت فوق الزنك وعلمت عدم انضباطيه، وهذا اول ما حصل. تدري وش اسوء شيء ممكن يصير؟ تطلع كاميرات. هاوش انه ينسحب مايك. ها؟ انه ينسحب مايك. والله اي والله والله لك فقده يا ابو ملهي. الله يرحمه. الله العظيم. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك انت؟ عساك طيب؟ لا طيب الحمد لله. لا والله طيب. ايش تبغى تبكي؟ بقوم اهرول بعد شوي. متاثر بسكتش؟ هروله؟ نعم. ايه هروله والله عشان صح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كنت انتظر البارت اللي يقول ما عجبني. اسوق عليكم. اوه لا اليوم شفتك ما بغيت تصير فله، فهمت؟ عشان كذا خليتك. يعني انا لما ابيع اخوياي. لا مو عشان ما حد يقول لي بيع النسخ. كيف؟ داعم كيف الحال؟ والله بشرك. سويت سكتش؟ يبن لازم اضناها. وش كان؟ كان عن اليتيم وعن اكل مال اليتيم. الله. وعن بكة الخير. يا سلام. الوقف. يا سلام. يعني ما نظرنا للبرنامج. مقفل. يا سلام. لو شخص واحد تبرع عن طريقك ممكن تدخل انت جنة. يا اخي احنا والله ان هذا هدفنا انه لك الأخير أخوي عبد المحسن. تبرع. يا سلام. لو أن اللي درس محمود ولا لا تبرع. يا سلام. الله يجزاك. يا سلام. بعدين. وش يا فهد؟ ودي تبرع. الله يجزاك. بعدين الجمال في الموضوع إن فيه عدة طرق. تبغى عن طريق الباركود، تبغى عن طريق الصراف، تبغى عن طريق البنك الأونلاين، تبغى كل شيء موجود. إذا ما تقدر. جمعية البر الجديدة. بعدين يطلعون على الشاشة على طول الباركود. اي على طول طق عليه. اذا ما تقدر تقدر تنشر وتشارك له بالضبط النشر ودال على الخير كفاعل. وحنا لازم لنا نوقف عاد مع اخوي انا مشعل وصالح. اي والله لا بدنا اللي عنده توقف على نفسك انت اول شيء. ها انت وقف لنفسك اول شيء. اي والله بس يعني انا اقول لك اني ان اذا بنا مستفره خلينا نسوي اشياء. صدقت تدعمهم في السفر. كيف حالك؟ والله الحمد لله. ما ادري ما سويت تمارين. عندي اصابه والله شاد علي الياء 3 ايام. فيك نشاط يا عزيزي. فيني نشاط. قم والله نشاط كرو. يلا هرو هنا. اي بالله هنا. قم يا الربع. قم يا رجال. قم الربع الحين اجيك. قم انا لو سويت تمارين لين بكره. قم يا رشيد. قم يلا. هذا بيخلص تمرين قد ما تمتع. عبد الرحمن يبغى يطلع فاصل ولا شغل. اطلع
والله تعبان يا رجال التعب بعدين قم لا الحين الحين يلا يلا ما ترد خل ابو عتر يلا هروح خل والله الحين لا تحلب لا تحلب لا تحلب ولا عشري العب بعشرة العب مليون ما هو كذا يا فهد ما هو كذا اهم شيء انك تعدي بالعكس والله اليوم اني الحمد لله راقد زين يلا يا توزع فهد تكفى مضحيان اعطيني دبيتين او ثلاثة هذا سيف هذه ما اعرفها هذه كذا روح معي عاد ما علي قدره خلاص ليه؟ بالله ليه؟ تسوق علي انت طيب ذي طيب واحد ترى رجلي نجيت والله هذه دور لك واحد طيب ماي تمارين ذي يا ولد ها يقول ماي تمارين تخلى واحد تقول بتختل واحد ها اصبر تبغى التمرين الزين يلا والله اني شفت حقين الكوره ان افضل ناس يعرفون يتمرنون طيب انا من حقون الكوره يلا من حقون الكوره حقون الكوره يلا اها شوف يو ها الحين انا اسوي وانتم مسحبين ها لا العضله مشدوده ما اقدر بعدين ما شاء الله تبارك الرحمن سيقان اطول ما اقدر انزل 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 كذا شوف كم اللي ما تمرنت شوف امسكها ما بعرف عشان صغير انت رجلك صغير يدك اطول من رجلك يا اخي انت عضلاتك انزل ما اقدر ابو سعد اي اقدر اضغط شوي لا تثبت اثبت 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 خل شد ذي والله اهم شيء ظهر والله انت اقدر شد ذي انزل بعد انزل ما اقدر يمشي مد ما اقدر والله ما اقدر والله ما اقدر الحين طق سلام عليكم تمارين يلا انزل يلا انزل الميدان يلا روح لف ابو عشق لفتين تعال هرا ايه هر والله فك عضلاتك ثم شد شوي ثم تعال هذا يسوي كذا لا كده. تعال هذا ما يبغى كذا كيف هذا الحين الطول امنعني هذه ها الاماميه ذي قبل شيء هذه اسمع قبل شيء هذه الحين هذه كذا زي كذا والله شد اسمع نزلها كذا شد لين تحس فيها هنا شوفوا لا يلمسهم لا ايه فك الشبك خلاص يا عيال تعال ابغى تعال يلا بشم صدق يلا دقيقه وش اسمه يا عبد الرحمن ها وش اسمه مو عبد الرحمن بعد اسمع عبد الرحمن بشم ايش خلاص ما سمعناك والله خلاص العب تسمعنا بكره إيه ها الله يكتب أجركم الله مامي انزل خلا ينزل صح يا مصر أقوى يا رح فهد نزل اهم شيء عضلات الصدر انا ما قلت لهم بشم منك تحط رجلين كره ما شاء الله عليك وش سوى شيء عضلات الصدر زي كذا احمد هنا يقول ايش يقول تعال سوي كذا على حسب كل تمرين له
تعال تعال ضيق كذا خلينا نسوي تمرين ابو حنيف تراي لو توسع صدر فيه في مسافه حلو صدر علوي هذا ما بتمرين هذا توحد اخوك ها لا انك هذا التمرين ذا وش ها 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 بلانك مو مسوينا صح صح يا ولو انا عادي مسوينا تعال تعال عبد الرحمن تعال تعال بنسوي بلانك بس لا متى وانا صحيكم يا ولو ابو هنيف يقول سوي كذا اي والله اقولها دقيقه بسوي تمرين ابو هنيف دقيقه بس خلينا خلاص لا يقول لازم خلني الحين قاعد تخيل ان الدولاب بشري الحين ذا وش سويته ذا؟ شخص جميل هذا منكرك سوي ما خل جبه لا دقيقة خلينا نتأكد جب جب. لا 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 جب جب فك 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 أخذك خلينا نتأكد فك فك بتأكد فك فك أنا أتعب وأسوي وآخر شيء التنمر قم قلب وجهك لا ابن عاصم قم قم روح انقلع شوف صار علمي قلع بعلمك بعلمك قلع هنا الله بعلمك بعلمك ها الستر 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 الله يوفقك تعطيني طيب ولا لا؟ إيه بعد أسوي لك أسوي لك أسوي لك ولد إيه سوي بسام سوي الكوب بسام انا اقول سوي الكوب طيب بس يلا طيب مو بقول اسوي واتعب انا واخر شيء جيني سوي كوب انا مو ماني قادر اسوي كل شوي واتعب واخر شيء جيني خلاص لا لا خلاص اخر مره اخر مره اخر مره تسويها سوي لي انت والله العظيم والله في ذمتك اي والله قول مره ما تقول ذا الكلام خلاص قول بعد اسوي شيء وعد والله خلاص فك يلا عشان كوب ايش الحاله بعدين وش مجرد شنو؟ بتسوي لي صدق؟ أنا خشمي للحين. يلا. يا ولد! بسرعة! ايش رايك حق؟ ايش رايك في شغله؟ ها؟ صراحة شغلك صراحة الكرك حقك فنان يا ولد. يا صغير بلا شغطرسه يا صغير لا تزامر بخشمك وانت خشمك قصير عطني كوب الكرك لا قوم عليك امسكه يا ولد السكر قليل ما يحتاج حط اصبعك يا باشا انت كاب الخيشه كلها الله يعطيك العافيه هنا الله يرحم والديك والحب اها مويه تعال قد المغرب كذا ترى انت ما انت عارفنا انا مو مره اسويها معجب ارفع صدرك ارفع صدرك ارفع صدرك عن الارض انت خذيت كاسك اقوى واحد طيب وش عندك؟ ثلاث وجه ها؟ ما شاء الله تبارك الله عليك يا ابو شاب ترى ارصك على عيني ولد انقل هناك يا اقطع رص ستر 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 يا ولد تهاوش احنا بهوشه صدق تهاوش صدق من السد واحد خلونا نبتدي البث بهوشه يا عيال يلا 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 من اللي بيتهاوش معي انا جاي انت ناظر لا ناظر لا مصدق ناظر بس شوف شوف انت شوف هنا عشان تدري ان الصاحي في القريه ما فيه الا انا وانت وثلاثه تعدهم على الاصابع
لا هذه حالة ما نطول يعني ربع ساعة كذا ما نطول يعني عادي متعودين احنا شكوى لله شكوى لله يا ابو عشر ايه تعال كيف تعال تعال منو لا ما يطفى مالك مرة صدق بسم الله شوف اول شيء قل بسم الله لا رجل كذا انت ايمن ولا يسار لا انا ايمن ايمن كذا نفسي عكس طيب ايمن ايوه حلو يدك يا طويل العمر السلامة ركز ركز وشوف ذي هذه كذا شفها اوكي شد اقفل في تمرير كذا لا تلف هذه كذا هذه كذا شوف هذا ايوه ايوه وهذا زي مسكت حلو كذا كذا شوف ايوه حلو الحين ايش تسوي؟ ابدا بهذه جاب ايش قلنا عن هذه؟ مرتفعة ايوه ها شوف كيف؟ فين وجهي؟ بس ما اغطي عيني تبني ذال من واحد بيطقني ما بذال انت قاعد تحمي حلو طب رجع دي دقيقه شوف الحين ركز بس في حركتي شوف هذه تروح فيها كذا شوف انا قاعد احمي ايش عيني مفتوحه شوف عيني مفتوحه الجهه دي سلام هذا محمي حلو الحين رجعت يدي هنا شوف هذه ركز شوف هنا هذه كذا اطلع نفس ايوه الثانية كيف الرجل تحرك معي ايه ها 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 ايوه بس ايش انت فاتح وجهك خلي وجهك خلاص تروح كذا شوف 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 كذا لا لا شوف 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 ها ها ابى اروح انا صح ها اقول لك كذا ايه كذا ليش تحمي ها 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 هذه حامي حامي بذي خصوصا لو في حقة ايش البوكسين تكون مغطي ازود فهمت؟ والله انا في النار طيب هذه يلا كرتين ما بيك حيل ما بيك حيل تمرن لا 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 يا ماجد انت سويت فيني يا ولد كركك عن هالأسر هي قم فور أنت فالح بس شو الكرك الكرك وأنا أطيب من مشاهدكم من مشاهدة يا الله أرضى ضارع كله عاد تقول صدق يا شباب خم صدق أبو داحم استحى على وجهك خم هاي ضحكة هي استحى على وجهك لا والله لا تخم قم أبو داحم تبي الصدق والله يا الرياضة اقسم بالله يا يعني انها لا اثر نفسي وصحي واجتماعي وكل شيء تنظم وقتك ونفسيا تتغير 180 درجه وصحتك تتغير 180 درجه ان شاء الله باذن الله تعالى واجتماعيا خلاص تتغير كل شيء الرياضه تبيها كوره تبيها تجري تبيها جودو تبيها سير تبيها حديد اللي تبيها. والله خاوني انا قلت لك خاوني مالك مال الرياضه ذي رياضة مسوات ذا أمشيك أنا أقول رياضة بأي شكل من الأشكال اسمع أمشيك اسمع 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 أمشيك وراء مصغر مثلي طول عمر وتدرجها 40 كيلو أنت وراها ولا 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 ماسكن الرسن وقدامهم هذا رياضة بالمقهور رياضة صح مشي 40 طيب كيلو صح خلاص ما قلت شيء رياضة أحسن لك من النوادي تسجل بألف ومدري كم قول لا اله الا الله انت تعارض فكره النادي ولا فكره الرياضه ولا النادي طيب الرياضه انا ما احب الرياضه اخذ طيب شوف شوف بلا بلا خلي مو قدي ما في رجيم تعطيها خذني حبه حبه اي والله انت تتكلم عن الناس في المدن ما عندها بل في ناس ما عندها حلال في ناس عندها حلال بس يروح بالسياره انت اذا متوفر لك بيضل وجهك ممتاز بالعكس وانت طب انت متوفر عندك سوي لي كرك سحبت عليه انا اي انا في الرياض سكر صار وين بالوي برا الرياض قري توني شاري ناقف بدايه فتار خلاص طيب
قريب سميتها يا ابو وسام سماها فتر التجاوز فتاره فتاره هاي والله سميتها ضحيان لا طلعت صورت انا بحكي تسمع عليها والله نعم يا من باين سهيل طول العمر ولا لا لا الوسم بالخضار اني اجيكم مرحبا الف في ذمتي الله يبارك فيك مرحبا ومسهلا اغلى من يجي والسعادة بيجي فيها قوم هو قاعده ومسعود بيشارك مسعود بتنافس هنا هناك تنافس نعم السياحه باقي لها ثلاث شهور شهرين شهرين هذا شهر خمسه كل يوم والله الجنوب دي لازم والله العلي العظيم جيت العام اني محروم منها من فتره كلام انا اتكلم ميلادي تقول اي واحد يسافر برا الجنوب عنده لا غلطه يبدا في 10 احنا 7 احنا ماص لا ترى بعد تتطور الحين كل سنه بتتطور اكثر كل سنه بيجي في شيء اكثر شيء يا عيال يا لا ابي واحد بس يدلني على اماكن اثريه اماكن كذا حلوه يولد ترقد اخضر تحتك تقوم كذا الضباب يعكر جوك حاجة واحدة لفتك وجه قرد 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 باقي كله زين شي يا ولد كنك فكيف هي الجنة مرحب مرحب يا ابو حنيف اهلا اسطورة الاستاذ احمد حنيف السلام عليكم السلام مرحب جيت احمد احنا نتكلم عن الجنوب انا اتاكد انك سمعت الجنوب وجيت شاقني جو العيال يجهزوا الرحله يقولون بنروح الجنوب انا عارف انهم ما مصاملين بس عادي يلا نقول يلا لا والله مصاملين احنا لنا الحين 65 يوم ما بقى دولتهم بنفرها الا بنفرها اليوم انا وابو جابر وعسيري فهد من كان معنا؟ انا الف والله ايش كانت الفكره؟ ابو داحم معنا اليوم بس هنيا انت جيت عقب سؤال ابو جابر ايوه انه قبل سؤال جابر خططنا نروح الجنوب طلبات القلح مرحبا الف يا سيدي تبقى تجول تبقى والله مرحبا انبسط وطراح ابيك تعلمني على ذيك يا ولد اللي طالعه كذا توقف سيارتك تطلع فوق دحدر فوق هذه في الصمة ويني كيف كذا فيزيائيا ولا شو عقبة الصمة صمة عقبة حقت عقبة كاملة جالمة صح؟ اي تنزلك من السودة لجالمة من الثلج إلى الدفا لا تدري ايش يقصد؟ نص ساعة انت تقصد اللي تثبت السيارة يعني وش؟ تنزلها مثل ما الحين السيارة نزول؟ إذا ما أخط نزول تحط السيارة نزول هو عكس فيه على طرف الخط كذا في مكان ما شيء ردمية داور توقف سيارتك كذا وتنزل من السيارة تطلع السيارة يوجه الله يلا عين عكس الجاذبية دحدر فوق السيارة تطلع بنفسها إيه الموية نزل في الموية كذا لا بس سيارة بس سيارة يعني قبل شيء أعطاني معلومة غلط ولد أنت صادق لا يلا السيارة تطلع بنفسها جاذبية أوقف سيارتي تطلع إيه دي ترى المعلومه دي الجديده اللي توني اسمعها احمد كيف السياره اكس زين تحطها ان مثلا ساحب بس السياره طب يا ادم والدباب تلقى الشحن يجربون سياراتهم واقفين على اليسار سرع احمد كلنا يبغى يجرب احمد هي طلعه صح والموتر يطلعها من عمره ايه حط بن افضي دحدر فوق انت بنت استغفر الله بس ما تطلع الدز لا تحضر عادية اي جاذبية ما ادري ايش قصة هذه والله ما ادري بس من لها قصة يعني جاذبية وعلم لا انا عارفة ان الموتر يدحدر على تحت اي الا هنا في المكان لا انت يعني تفهم هذيك صدقني منزل بعدها خذ لك حنيذ يوو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 و
عرفته ابو فلان عنده شخصيه راح يقلب حامري حتى اسمك يصير حميد في قدره يا المتماريك اللي سويت لهم كله بهم ما تسوي تاهيل يمر مع الوزار نروح تلعب فيه خلاص ارض الله واسع لما قد صورت الشاهي كذا على الضباب
تدري في مكان في السود انك توقف فيه الضباب تحته في السحب اللي يشوفها جيتها بالمعصوب في السود انا واحد حتى مطال تصير قل معي حتى مطل شعب الوليد مطل السحاب فيه اي مطل السحاب بعد تشوف الغيوم تحت شارع الحزام بعد فيه الظاهر في موقع في اعلى ابها تك كذا ابها كلها تحتك وين ايش اسمه قريب من شارع الفن مطل جبل نهراء اي اظني هو مطل حتى هاي سيتي اقصد يمكن فيه لا هاي سيتي مو تحت قبل تحتك اللي تشوفه مين بابها من المشارات هاي ذا ابو علي ابو علي ابو علي انا واحد بلعب ابو علي بخمس نقاط رح واللي بيزود يزود بدون نقاط اول واحد يلعب انا تحدى ما انا ابغى العب تعال خلنا العب ما انا ابغى انا ولا خلنا نحط طاوله ولا نحط لا بنجلس خلاص ما تجي حلو ما سول يا الله جبال الآن يا رجال صيفية صح ما عندنا طلاب ما في طلاب إيه ما في والله إيه والله شلون الحين الحين الجنوب زحمة بشكل ما تتخيل أنت صادق الحين وقت إجازات الحين مجهزين الطلاب إيه عندهم إجازة طويلة اللي تعم الجميع تعمهم كلهم اللي إحنا متى يرجعون؟ متى يرجعون؟ ما أدري يمكن إجازتهم توقع توقع آخر الشهر إذا هم جزين الحين ف لا هذه الإجازة الطويلة يمكن شهر واحد يخلصون بالله إيه أنا الحين والله ما أدري كل مصيف يا أبا شهر واحد أنا خوف يخلص يرجعون الطلاب إحنا شهر كم؟ أمس 29 صح قبل أمس 29 دخلنا اليوم واحد فعلا ترى مو خوفك هو فعلا حلو عشان يفضلنا الجو يا شباب الجو الطلاب يداومون هذا انا من حاشم الزحمه الرياض ما اسمع كيف بيكون الجو فوقست شهر 8 ميلادي يتكلم كويس كويس لا والله اي والله انا حر في كل ديره والله ثلج في ذمتك ايوه حر صيف من الصيفيات كان برد اوغست ممكن الحين يتاخر الى نهايه اوغست هو برد هو برد اربي احنا يوم كم يا عيال يوم 65 صح يا طويل العمر السلام خلص من هنا احنا يوم 65 امس 17/7 3 يوم 65 23 يوم 12 اغسطس نكون في اليوم 90 12 اغسطس يا شاشة اثنين صفر سوكي سوكي بس سوكي أبالي أصبعك لا يا ولد أبغى مشي اللحظة مشي أبغى مشي اللحظة يا ولد ترمى اللعبة يا ولد يا ناهي لجأت الزاوية صدق إن الكرة كبيرة يا رجال أكبر من اللعب الكرة زمان أقولك شوف 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 تبغى تشوف حركة حدك تبغى يزبطك كيف زبطني كيف زبطني زبطني يا أبو علي لا أنا أتحداك تجي أنا رفعت الحراسة ما أشوف أنا ما أشوفها ها قرب قرب عندك أنا طويل معي سوي حركة سوي حركات كل قبل شوي أنا ما تعرف ما تجي حركتي كذا كذا عارف أنا عارف آخر يزبطني هلا خلنا نخلص مباراتنا وبدأ تعال في لعبة ثانية حلوة وش هي بولينج هاي واحد صفر بيني أنت كم اثنين أنا واحد اثنين ما تطلع من هنا يا أخي من هنا اسمع بولينج في بولينج تبغى ظبطك يلا ادري عليك ادري اني ادري عليك اني اشتد اللعب اشتد اللعب اشتد اللعب يا نشمي اثنين اثنين
أدري عليك أدري عليك بدري عليك بدري عليك النشمي بدري ها أدري أمالي أدري أمالي أمالي يا ولد لا تحرك الشيء لا تشيل الطاولة لا 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 والله ما يجي والله ما يجي بيديك هي بكذي سهلة خلاص لا لا ما يحسب ما يحسب العب العب بروح العب بكل روح اجتهاد يا النشم العب بكل روح اجتهاد يا ولد العب بكل روح اجتهاد يا ولد يا ولد يا ولد يا يا ولد يا ولد يا ولد أولي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا استوى استوى أنا في جول دقيقة أنا هذا كذاب كذاب ويس لا يمكن وين يعوض واحد جدا عيال واحد جدا طيب لا قالوا عادي لا والله ما قالوا عادي شوف طلعت قبل شوي في ذمتكم اجر اجر ابو علي اجر اجر لا تذم خلاص احد بيقوم احد بيقوم راح يتوضا بيروح احد بيقوم كبي علي بروح على قوم قالوا عادي قالوا عادي ابو جاح قال عادي مكتوب خذ واحد اذن الله يكتب اجرك ها تذن انت لك عن كذا خلاص ايش دعوه نطق مع اليونانيه ارحب لا خلاص بروح اذن عنك لا مكتوب الله لا يوفقك أنا هاوي ذمتك إيش دعوة يا 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 تيشيرت معجب يا أرحب حبرو أرحب السلام عليكم أبي قهوة أنا أبغى قهوة ايش في ذا احمر حط له ميك اب ايش ذي الجلسه حط عليها كركم بسم الله اذن Then.